يعطيكم العافية، معكم حاتم من كيو اي كارت. بالفيديو الماضي تعرفنا على البيج فاكتوري وكيف احنا عملنا initialization للإليمنتس تاعتنا. فبهذا الفيديو لو نرجع على الرسم اللي رسمناها اول اشي، احنا بنينا بيج لكل إليمنت، لكل بيج عفوا، عملنا لها كلاس وعرفنا فيها الإليمنتس تاعتها. هلا ضل علينا نعرف التست كيسز. هلا لو نرجع على الكود تاعنا القديم، لو نرجع جوا التست كيسز، احنا عرفنا كل التست كيسز تاعتنا هون، حطينا درايفر دوت فايند اليمنت وحطيناها انها نروح ستيب باي ستيب. بس غلط انه نستخدم اشي اسمه درايفر هون بجوا التست كيسز. كل هذول الستيبس لازم نعرفها جوا البيج اللي احنا عرفناه. فخلينا نمشي خطوة خطوة ونشوف كيف بدنا نسويها. خلينا نبدا باللوج ان بيج. خلينا اسكر كل الشغلات اللي فوق ونمشي خطوة خطوة. نيجي على التست كيس اللي هون ونفتح الهوم بيج. فاحنا اول اشي سويناه باللوج ان بيج تيست تاعتنا، اللي هي اول تست كيس سويناها اللي هي check title. فسوينا حطينا expected، حطينا actual، وعملنا assertion اللي هو هل ال actual result سوينا ال expected، واستخدمنا هون ال driver get title. فخلينا نتفق على شغلة، احنا ما بدنا نستخدم اي اشي له علاقة بالدرايفر، driver dot get title او driver dot find elements جوا التست كيسز، كلياتهم بدنا نستخدمهم جوا الهوم بيج. فبدنا نبدي ميثود لكل تست كيس. فهلا هاي اول درايفر عندنا هون اللي هي درايفر دوت جيت تايتل. فبنيجي على الهوم لوج ان بيج، فبدنا نعرف ميثود public void، خلينا نسميها جيت تايتل، ومنحط جواتها اللي درايفر دوت الجيت تايتل. وهاي بنسجلها بنخزنها بسترينج. سترينج على سبيل المثال هاي حكينا راح تكون الاكتوال تايتل درايفر دوت جيت تايتل. وخلينا نعمل ريتيرن للاكتوال. بهاي الحالة ولازم نغير بدل void تصير string. فبهاي الحالة احنا عن طريق ال get title هاي اللي موجودة جوا ال log in page، احنا بنجيب التايتل تاعنا باستخدام ال driver، وبنرجع فيها هاي الميثود ال actual title. فلو بدنا نيجي على ال log in page، هلا اول اشي لازم نسويه اللي هو بدنا نعرف اوبجكت من هذا الكلاس. هلا هذا الكلاس اسمه لوج ان بيج، فخلينا نعرف اوبجكت منه. كيف نعرف اوبجكت بالجافا؟ اللي هو بنحط لوج ان بيج، خلينا نسميه لوج ان بيج لانه هون الكلاس تاعتنا بالكابيتال، والاوبجكت هون بسميه بسمول، نيو لوج ان بيج. فهيك احنا عرفنا اوبجكت من اللوج ان بيج. فلو نيجي نحط الماوس هون نعمل امبورت اللوج ان. فهاي الاكسبكتد حكينا احنا بنجيبها من الديفلوبر. احنا هون عرفنا السترينج الاكتوال، بس هون حطيناها درايفر دوت جيت تايتل. فبدل ما نحط درايفر دوت جيت تايتل، نيجي نستخدم اللوج ان بيج اللي احنا عرفناه. وفي اشي اسمه الجيت تايتل اللي هو هاي التايتل الميثود اللي استخدمناها هون، اللي هي اللي احنا عرفناها بشكل مانيوال public، بيرجع لنا string اسم هاي الميثود get title. شو بتسوي؟ بتسوي نفس الخطوات اللي كنا عاملينها هناك، بس احنا نقلناها لهون اللي هي driver dot get title، ومنخزنها بالstring actual title. فزي ما شفتوا هون، هلا لو نيجي نتطلع على هاي التست كيس، ما فيش اي اشي فيها driver،
ما في درايفر دوت تسوي اشي. فهيك احنا بنكون خلصنا اول تست كيس. نيجي على التست كيس الثانية اللي هي الدرايفر دوت الجيت كرنت يو ار ال. بس في شغلة مهمة هون، هلا لو احنا نروح نشوف التايتل، يعني لو نيجي نفتح الموقع بتاعنا، حكينا باللوج ان بيج اول تست كيس اللي هي بهاي البيج، احنا نروح نشيك التايتل. فاحنا فعليا فتحنا الموقع، رحنا على اللوج ان بيج، جبنا التايتل وخلصت التست كيس، ما رحنا على اي بيج ثانية. فعشان هيك احنا ما حطينا انه نروح على بيج ثانية. هلا رح نشوف لما نوصل على بيج اللوج ان، او لما نيجي نعمل التست كيس تاعت اللوج ان هاي، كيف رح ننتقل احنا من بيج لبيج. فخلينا نمشي خطوة خطوة. التايتل خلصناها، هلا اليو ار ال، فبنيجي على اللوج ان. فخليني اعرف ميثود بحيث اني اجيب اليو ار ال، public void get url. حكينا driver dot get ال current url. خليني اسجلها بسترينج الاكتوال يو ار ال equal. خليني اعمل return لهاي الاكتوال يو ار ال. فراح يطلب مني اني اغير الفويد لسترينج، بنغيرها ونرجع للتست كيس تاعيتنا الاكتوال ريزلتس، بدل درايفر بنحط لوج ان بيج دوت. هلا لانه اسمها احنا لو نحط اللوج ان بيج دوت، في اشي اسمه الجيت اليو ار ال اللي هو الميثود اللي احنا عرفنا. هاي ثاني تست كيس، ما فيش فيها، ما فيش مندور، ما فيش اي درايفر فيها. هلا اللوجو تيست، ايش اللوجو تيست بتسوي؟ عرفنا element واحنا نقلنا لهناك بوليان هل هاي اللوجو is displayed او لا. تمام، فهلا منيجي بنحط احنا نعمل ميثود جديدة public void، خلينا نسميها مثلا logo is displayed، هيك اسم الميثود. وهلا بدنا نستخدم احنا element اللوجو، فبنيجي جوا هاي الميثود بنحط اللوجو. فلو نيجي نكبس دوت خلينا نشوف انه كل اشياء السيلينيوم موجودة، وراح نشوف اذا هي is displayed ولا لا، برضو كمان هون موجودة او لا. وحكينا انه هاي بترجع لنا true اذا كانت displayed وفولس اذا كانت مش displayed. فخليني اعرف انا بوليان خلينا نسميها مثلا logo is displayed، وخليني اعمل return لهاي اللوجو is displayed او لا. راح يطلب مني اغير من الفويد لبوليان. فهيك عرفنا الميثود انه نشيك هل اللوجو displayed ولا لا. فبهاي الحالة ما في داعي اني اعرف هاي الاليمنت هون، لاني انا عرفتها مكان تاني، وما في داعي احطها هون. هون كل اللي علي اسويها اجي على اللوج ان بيج دوت لوجو is displayed ولا لا. فبهاي الحالة هون راح ترجع لي ترو او فولس كل الاشياء التانية صح. هلا نفس الاشي هون باللوج ان بيج، المفروض يحط اليوزر نيم ويحط الباسورد ويكبس على كبسة اللوج ان. فخلينا نسويها خطوة خطوة. نيجي هون خلينا نحط public void نسميها مثلا perform login انه اعمل اللوجين. فاول اشي بدنا نسويه اللي هو احنا الباسورد، عرفنا element عرفنا element، واحنا عرفناهم بالكلاس الماضي. فهلا هون بس ضل علينا نسوي send keys لهذا الاشي. فخليني انا اول اشي اليوزر نيم
فباجي باخد هاي الاليمنت ونعملها هون دوت سنت كيز. وحكينا بما انه احنا عاملين اكستند فاحنا بنقدر نعمل كوبي لهاي كامله بدل ما نحطها هون نحطها هون زي هيك. بس احنا بدل اللوج ان تكست بوكس سميناها لوج ان تكست بوكس. هاي اول وحده شيل هاي الشغلات اللي طلعت زياده. هاي هيك بعثنا اليوزر نيم. خلينا نبعث الباسورد. وخلينا نكبس على كبسة اللوجين. هلا احنا لما نيجي نعمل لو نيجي هون هلا بهاي الحالة بنقدر احنا نختصر كل هاي الشغلات لانه احنا عرفناها باللوج ان بيج. فلو نستخدم اللوج ان بيج دوت بيرفورم لوج ان بلاين واحدة احنا بنكون سوينا كل الخطوات الماضية. فهيك احنا بنعمل لوج ان. فهلا لما نيجي بهاي الميثود لو نيجي نعمل لوج ان اللي هو لو نفتح الموقع ونحط اليوزر نيم والباسورد ونكبس على لوج ان لانه هي التست كيس تاعتنا. فشو بتسوي؟ بتنقلنا لبيج جديده. شو اسم هاي البيج؟ حكينا اتفقنا انه نسميها الهوم بيج. فلما نعرف ميثود وهاي الميثود راح تنقلنا على بيج جديده فلازم نعمل ريتيرن. احنا شو عرفنا؟ اسم الهوم بيج اسمها هوم بيج. فبنعمل ريتيرن نيو هوم بيج. فهاي شو معناها؟ لو نحط هون الماوس اعمل تشينج الميثود للهوم بيج. فهاي معناها انه نعمل اد ثرو ديكلاريشنز. فهاي معناها انه لما نخلص احنا من اللوج ان نبعث اليوزر نيم ونبعث الباسورد نكبس على كليك فمعناها انه راح تنتقل للهوم بيج. فعشان هيك بنعرفها بطريقة ريتيرن نيو هوم بيج. فهي معناها انه لما نخلص كل هاي الشغلات عرف لي اوبجكت جديد من كلاس اسمها هوم بيج اللي هي اللي احنا عرفناها هون. فخلينا نوقف هون بهذا الفيديو وبالفيديو الجاي خلينا نكمل نعدل الكود تاعنا بحيث انه يمشي بمبدأ البيج اوبجكت. يعطيكم الف عافيه.